شهدت قيادة القوات البحرية مراسم توقيع عقد إنشاء شركة أبو قير لإنشاء وإدارة الموانئ، إحدى شركات جهاز الصناعات والخدمات البحرية، أكبر محطة لتداول الحاويات بالمنطقة. هذا وقام الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية بتوقيع عقد الإنشاء والتشغيل مع أريك أب رئيس مجلس إدارة شركة هاتشستون بورتس العالمية، وذلك في هونغ كونغ، والتي تعد من أكبر الشركات على مستوى العالم في مجال إنشاء وتطوير وتشغيل محطات الحاويات، حيث تمتلك 51 محطة حاويات في 26 دولة حول العالم.